جو النهارده جو ابتدى يبقى خلاص ده جو الشتاء بقى، عارف انت شايف اصلا الدنيا مغيمه وعارف ان الدنيا هتمطر ومطرت امبارح شويه كده، فده بقى ده الجو بصراحه اللي انا بحبه، انا بحب كده. هو بيبقى مطرب وكموني شويه كده بس بتبقى الدنيا لذيذه. الساعه دلوقتي 3 الا ثلث وانا بره من الساعه 11 مشاوير بنوك بقى، شويه الاهلي شويه السي اي بي، ومن 11 ولسه مخلص حالا. وكهرباء قطع، الكهرباء قطع اول ما انا نزلت الكهرباء قطع، فانا ولا عرفت اعمل باي، قلت الكهرباء قطع انا مش هعرف اعمل ولا بقى شيك ولا هيك ولا البيك ولا اي من حاجه من الحاجات دي. فبصراحه كده لقيت امي عامله حركه تقريبا كانت عارفه ان النور هيقطع يعني. فانت يا امي بتسمع الفيديو ده فربنا ما يحرمنا منك ويخليك لينا يا رب. لقيت عامله لي الشيك بالليل بنفس الحاجات اللي انا بحطها، نفس الكميات، 150 جرام شوفان وسكوبين واي والكرياتين. غالبا بتشوف يعني بتشوف الفيديوهات فعارفه الكميه عامله ازاي يعني. يا اما بقى ايه، عشان امي ساعات بتصحى بدري قوي فغالبا ممكن بقى تكون عملت الموضوع ده يعني، مش عارف. بس ايا كان يما يعني ربنا يخليكي لينا يا امي والغوالي. ف دلوقتي الساعه 3 الا ربع دلوقتي كمان، وعندنا النهارده فلوج كده مليء بالاحداث مليء بالاحتراف زي ما انتوا اكيد شايفين في التايتل يعني. وبصراحه انا لسه مخلصتش السلام عليكم مساء الفل حبيبي، لسه مخلصتش اللي المفروض اخلصه كله، فهرجع كده اظبط الدنيا. وعايزين ناكل حاجه كمان النهارده، الوزن كان 80.5، خدنا الشاكنز النهارده الصبح، والنهارده الاسبوع رقم 10 في الاوف سيزون. بس تعالوا نشوف الدنيا هتمشي ازاي، تعالوا نشوف اليوم هيمشي ازاي. عايز اخد كده في يوم رو قوي، وتعالوا ايه نظبط الدنيا. وعندنا دلوقتي وجبه سريعه بعد التمرين كده، وجبه تحميل نص ونص يعني. عندنا 200 جرام رز بشعريه معمولين بزيت، وعندنا 120 جرام صدور فراخ بالظبط يعني. وكان في سندوتش طعميه او هنقول فلافل تحديدا لاخواتنا الاسكندرانيين يعني. فهتلاقوا دلوقتي الفيديو بتاعي هنا، بصيت عليه وانت متغشم عليه، وتسلم ايدك يا ام الحبايب للمره الثانيه في الفيديو ده. ده كان كام حته فلافل او طعميه يعني، شويه عيش وشويه جبن. وعايز اودي شويه عصير بصراحه كده، ان انا بحب دايما مع الوجبات اشرب حاجه. فعندنا هنا شويه جوانا، مش هشرب دي كلها، هنعمل ساعات انا بعمل الموضوع ده، بس هي مليانه فمش هشربها وهي مليانه. لو كان نصها بصراحه كنت هتغشم عليه. هاخد شويه وبرده هكتب الماكروز بتاعت الوجبه دي زائد الساندوتش زائد العصير. فاحنا هناكل دي دلوقتي حالا عشان الساعه دلوقتي 4:30، عقبال ما ننزل ونركب ونروح بقى والدنيا زحمه وكوبري اكتوبر بيبقى زحمه. فتعالوا نشوف هنعمل ايه، تعالوا كده تعالوا ندردش شويه، ندردشه ايفولفويه شويه كده. دلوقتي يا شباب احنا متجهين الى مصر الجديده، هناخد الكنتوت مهاب الكنتوت من شيراتون، بعد كده طالعين على مدينه مصر، طالعين على جيم. بصراحه بحب الجيم ده جدا، وبحب الشخص او احنا بنحب الشخص اللي رايحين نشوفه دلوقتي، اللي انتوا اصلا شفتوه في الثامنيل يعني، فمش محتاجه تقريبا. وفي نفس الوقت انا عايز كده اديكوا ابديت سريع على الاوف سيزون، على الدنيا ماشيه ازاي. غالبا الدنيا هتمطر بعد شويه يعني. اليومين اللي فاتوا حسيت ان انا دلوقتي انا في الاسبوع العاشر زي ما قلنا، حسيت ان انا محتاج اعمل دي لود، بس ما عملتش دي لود، عملت زي نص دي لود كده. عجزت يومين، هما كانوا يومين الراحه اصلا بتوع اخر الاسبوع اللي قبله، وخدت النهارده يوم الاحد، خدت الجمعه والسبت اتمرنت اول تمرينتين في السايكل يعني، او في المايكرو سايكل او ايا كان بقى انت عايز تسميها ايه. اتمرنتهم ار بي 7، او كنت يعتبر 3-4 عدات من الفشل العضلي يعني. ما اتمرنتش للفشل العضلي قوي، ما اتمرنتش بنظام التوب سيت والباك اوف سيت زي ما احنا بنعمل، اللي هو خففت شويه كده. قلت بدل ما اخد اسبوع دي لود كامل يعني، انا مش حاسس ان انا محتاج اسبوع كامل ان انا اعمل فيه دي لود يعني، انا حاسس برضو ان انا لسه تمام. بس ساعات كده في حياتك ممكن يبقى في مثلا ضغط في الشغل، ضغط في حياتك، مش نايم كويس، مش واكل كويس، ففي ايام هتضطر ان انت ببساطه ما تتمرنش 100% فيها، بس هتبقى تتمرن بنسبه 90% 80% 70%. بس انت في ايام ببساطه هتضطر ان انت تتمرن، وتتمرن تمرينه كويسه، مش شرط ان هي تبقى احسن حاجه، بس خلي العجله دايره، خلي العجله شغاله.
يعني من الاخر كده، طول ما العجله دايره وطول ما انت بتتمرن وطول ما انت بتحاول على قد ما تقدر ان انت تعمل اللي عليك، انت ماشي كويس. مش كل تمرينه هتبقى 10 من 10، ومش كل تمرينه برضه هتبقى 7 من 10، ومش كل تمرينه هتبقى 3 من 10 وسط يعني. فده اللي حصل اليومين اللي فاتوا، ده اللي انا عملته. والنهارده انا رجعت تاني، يعني احنا المفروض دلوقتي رايحين نتمرن، والمفروض بقى تبقى تمرينه بقى لطم وسويت وعياط والحقوني ومش قادر والكلام ده كله. بس عايزين بقى نشوف، عايزين نشوف جون هيعمل ايه، عايزين نشوف الراجل المحترف يا مستر جون يا مستر دبليو ام بي اف. عايزين نشوف بقى الحاجات دي، لان احنا اخر مره انا وجون وعبد الرحمن اتمرنا مع بعض، يعني كان في الطريق الى المسرح الموسم الثاني، كان في 2022 دي اخر مره اتمرنا، ودي اخر مره شفنا جون فيها تقريبا سنه ونص، سنه وكم شهر تقريبا يعني. وبس هو لسبب ما كوبري اكتوبر رايق قوي في توقيت مفروض غريب، فمصلحه. فاحنا دلوقتي مكملين كده، عايزين نشوف هنعمل ايه. وانا عايز الصراحه النهارده اكل، عايز احمل، عايز اكل بيتزا، وعايز اعمل اي كان. ان انا امبارح ما ظبطتش الماكروز قوي، كنت واكل تحت الكالوريز المفروض ان انا اكل عليها. انا باكل حوالي 3.5 3600 دلوقتي، كانت تقريبا 3200 حاجه كده. وانا في الايام لما ببقى بره، يعني ببقى خارج بره مثلا البيت من الصبح مثلا او من نص اليوم او ده، ما اعرفش ان انا اكل كويس. ففي ايام بضطر ان انا احمل فيها حاجه زياده او تقيله زي ما انتم عارفين يعني، وكله بدخله من ضمن الكالوريز والماكروز. يعني انا عشان السعرات او البادجت او راس المال اللي هو السعرات يعني عالي، فانا مسموح لي ان انا ادخل حاجات يعتبر في الكالوريز بتاعتي او في الميل بلان بتاعتي. فورمه بدون حرمان يا باشا، لو انت مش عارف هتخش تحت من كورس اسمه فورمه بدون حرمان، من اسمه تعمل فورمه من غير ما تحرم نفسك من الاكل اللي انت بتحبه. وانا في تليفون جالي عمال بقى مرد عليه، نروح وناخد مواب ونتكلم. دلوقتي يا شباب احنا وصلنا مدينه نصر، والطريق كان صحرا حرفيا يعني، عقبال ما جبنا مواب وبتاع وانا بص بصراحه انا مش محتاج اعرفكم، يعني مش محتاج اعرفكم على مست. قول بقى اللي انت محضره. What is up YouTube بيذاكرها من امبارح. طبعا يا شباب يعني انا مش محتاج اقول مين جون، بس اللي ما يعرفش جون يا شباب، اول محترف في الدبليو ام بي اف مصري في فئه المانس فيزيك. والراجل احترف السنه اللي فاتت، والسنه دي لعب برده الدبليو ام بي اف اللي في دبي، وخد مركز ثالث محترف. اخر مره هنجيب ثالث. احنا عايزين قلق. وبصراحه يعني انا واثق في الراجل ده والله. بص اول ما كان في دبليو ام بي اف انا قلت له ادخل، هو كان عايز يدخل. صح صح, صح 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 صح. ومن ساعتها بقى واحنا كده عرفنا بعض اصلا 2021. ساب الكلمه دي، ساب دبليو ام بي اف، عرفت سيف الضوء عبد الرحمن. احنا يعني عرفنا بعض من بطوله الفرعون الرشيد اللي كان بطوله دبليو ام بي اف. ما هي مش مهم، المهم ان البدايه كانت ايه، اسمها دبليو ام بي اف بالظبط. عرفنا بعض اسمها ايه بقى. ومن ساعتها وجون عنده حاجه غريبه انا ما بفهمهاش بصراحه. جون يعني هو ما بياخدش واي في التحضيره، وجون من ساعه ما انا عرفته هو ما بيعملش حاجه غير ان هو بيحضر. فانا بصراحه ما ينفعش اجي دي فاضيه. ما تهزرش. اه بصراحه على فكره انا اول واحد جربت الوي ده، او يمكن من التوب 10 لما ما كانش لسه فيه بول. بس هو ما جربش الكارملايز بيسكتس يا باشا بتاعت ايفول. يا مستر جون انا مش مصدق، انا احب اهديك. انا مش مصدق ان انا كنت من التوب 10 انا جربته واخده دلوقتي. واحب اهديك الهديه دي يا باشا من احلى دي. هو المفروض دلوقتي فيش طعم، المفروض دلوقتي ياخد ويه. ليه ما اعرفش صراحه هو بيعمل ايه، بس ما احنا بناكل، احنا بتوع الاكل. وعندنا النهارده تمرين تشست وظهر الاثنين، تمرينه لذيذه كده. عايزين انا وجون نودي تمرينه روح حرفيا، نودي بقى هنشوف بقى اللطم والسويت والعياط والاشياء والحاجات والمحتاجات. انا معاك، يلا انا معاك وجاهز. يلا بس يلا بينا. يلا بينا. هو اللي هيحط ايده على الكاميرا مش انا. 3 2 1. هو جون قفل الفيديو، بس انا كان في حاجه محتاجها نعمل بس كل الاول عشان نقول الشتاء داخل، هو دخل حرفيا يعني، والناس كلها بتطلب هوديز ليفون، واحنا بصراحه ما تاخرناش عليه. لو دخلت على الويب سايت في حاجه لسه نازله دلوقتي حالا عليه، الا وهو ان احنا نزلنا الهودي السوداء. هو خلينا كده اقول لك كام حاجه عشان انت اكيد عارف، او لو انت جربت الهوديز اللي فاتت اللي احنا نزلناها. الهودي كانت حلوه، الهودي كانت بتدفي، وحرفيا انت مش محتاج اي هودي ثانيه في السجن. خليني اقول لك اللي اتعدل في ده.
الهودي حرفيا الكواليتي بتاعتها او الخامه بتاعتها احسن بكتير اتقل, وفي نفس الوقت ظبطنا الفيت ان هو يبقى اوفر سايز حقيقي, ان هو يبقى اوفر سايز بجد. عايز تتمرن بيها هتعرف تتمرن بيها, عايز تخرج بيها هتعرف تخرج بيها. يعني هو الهودي من الاخر 24 ساعه في 7 ايام في الاسبوع, عايز تعمل بيها حاجه, عايز بقى تخرج بيه تنام بيه تصرمح بيه ايا كان, الهودي نفسه الكواليتي بتاعته انا عم كتير مخليني الكمام مخليني الحته دي من نفس القماش, مش عاملينها الرب نفسه يعني او الديربي, دي حاجه اسمها ديربي, عاملين طبعا الكابيتونه او الزونت, احنا بنتكلم بقى باللغه الحقيقيه, عاملين ان هو ما يبقاش ماسك قوي على دماغك لو انت عايزه مرحرح. انا بلبس مقاس لارج 178 سنتي وعلي 80 كيلو واتمرن في اوف سيزون, فده المقاس اللي انا بلبسه بصراحه. وعندك بقى طبعا الايفولف, عندك الايفولف بتاع الكرياتين هنا, وعندك كاركتر بتاع الكور, عندك اللون الاسود بس. عملنا كميه مش كتير قوي, فانت لو عاوز هودي حرفيا يكفيك الشتاء كله, ادخل ان فعلا انت هتكيف, يعني انت في الاخر كده هتحس ان انت متدفي. الهودي تقريبا مقاسه حوالي او حجمه حوالي كيلو, فانا بقول تقدر تخش على الويب سايت وتقدر ان انت تستعمل الكود ايفولف 10 عشان تاخد 10% على الهودي بتاعك, واي هودي هتجيبه الشحن بتاعه مجاني. فلان الناس كتير طلبت, احنا بصراحه كنا عاوزين نعمل حاجه حلوه احنا نلبسها وفي نفس الوقت الناس تكون مبسوطه بيها. صح كده مهاب؟ صح. خش بقى تمام. I'm in the whip with a thotty, looking like Sky Bree, she got a body, ay. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cardi J's. احنا عندنا بقى نبتدي التمرين دلوقتي, عندنا اول تمرين بس في يوم الشيست والجار ده بحب العب تمرين رفرفة في الاول كده اللي هو من الاخر, يعني انا بحب العب الرفرفة مرتين في الاسبوع, مرة مع الجسم الفوقاني ومرة مع التمرين ديت. ساعات ممكن يبقى في مرة تالتة بالباند, يعني اللي هو يبقى نوع تالت من التمرين يعني, وبتبقى باند خفيفة يعني, بس بعمل بيها عدات اعلى اللي هو بتبقى في التسخين يعني. عندنا برضه توب ست وباك اوف ست, تعالوا بقى نشوف. الله, هو الراجل مش معانا دلوقتي. حلو قوي. حلو قوي قوي, حلو جزا, حلو حلو. عندنا في الجيم الفلايز تلعبها كده, انا بضطر ان انا امسكها عارفين من الحته البعيده عشان اجيبها كده. ظرف طارق يا قديم قوي ده, بحسه مش اجمد حاجه. انا كنت على ظرف طارق. To failure. دي حلوة. محتاجين الأجهزة دي, احنا لحاجة من الاثنين, يا اما نعزل الواد يا اما ايه نجيب الأجهزة دي بالجيم عندنا بقى. أجهزة محترفين. Easy.
محتاج الوزن تبدا متحكم فيه لحد اخر لحظه. لا انا في جهاز بحبه هو مش موجود عندنا للاسف، هو جهاز البول اوفر بتاع اللس والمقص، هو مكان الستريت ارم بول داون اللي بتجيبه. بس هو بقى الفكره في حاجه، انت حرفيا هو الجهاز بيخليك يحصل استطاله او ستريتش للمجنس بتاعك لدرجه ان انت تحس ان كتفك هيتخلع اصلا. انت حرفيا انت فوق، انت عايز حرفيا تخلي بالك من الوزن، لو سرحت فوق يعني كتفك ومجنصك الاثنين راحوا. احنا هنسخن واحده واحده كده ونشوف. حلو حلو. نودي تاني؟ طبعا. صح؟ حط كام؟ حلو عشان تنبسط. اللي بحبه في جول بصراحه لما بيتمرن هو متحكم بالوزن يخش. يعني انا بشوف ناس كتير وهي بتتمرن يعرف ايه ممكن يلعب، يقعد يلعب التمرين دي كده، بس اللي هو انت بتلعبها جول احنا بننبسط، تنبسط بالوزن بتاعك، كيف تفضل تنبسط. انجوي ذا بين. واتس اب، وات از اب يوتيوب. اوي وات از اب يا ورا تاني. ها اسحب اللاتس يا ولد، خدت بالك؟ ركز بعقلك انك شد باللبس. ايوه طلع حيلك قدام صح كده. دراعك هوك، ها دراعك هوك بس. بوش مان. فيلير فيلير. روح 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 روح. جم معي جم معي. الله الله. انا كيف انا كيفت بصراحه. لا حلوه حلوه حلوه. هتحس فعلا هي غير اللي بالكيبل، انت مش شرط ان انت تمسك اصلا بايدك، انت بتنزل بالمغمص كله. تعمل ايه؟ بس انت مش قادر تعمل كده بعديها، فاهم؟ ضخم. سبحان الله.
عمران على الراجل ده السنه الجايه. والله راح خد اسمه ثانيه راح قوي تعال بقى لعبة اليوم ده لعبها الأفضل اللي في النص عشان من الآخر أحس إن أنا بركز على الناس يعني هو اليوم ده هو من شست وظهر على قد ما هو شست وظهر متركز على المجنس يعني مفيش حاجات أوبر باك أو ظهر من فوق كتير يعني عشان كده اليوم ده بحب ألعبها الأفضل اللي في النص. في اليوم التاني بقى اللي بيبقى فيه ظهر متركز فيه بلعبها بالأفضل واسع وبركز ان انا بطلع كاني حرفيا بسحب على ظهري من فوق يعني مش بحاول ان انا اطلع كده على قد ما انا بحاول ان انا اطلع كده. روح معاك ضم 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 جامد تحت اسبوعي اخر حتى دي حسيت نار على الفيض النار بيعمل كده. صحيح انا بهار بصراحه عندنا انكلاين لورو مش لامي كارديو كارديو يعني ايه يعني ايه كارديو قشطه للناس القشطه اللي ما كده بس دي حرفين هو جاب اجلي فيها دي المعنى الصحيح بتاع الفشل العضلي ايه ارخم واحد يساعد انا بيساعدني كده ويتفرج عليا تقريبا وانا بتعذب محتاج احضر يا مواب محتاج احضر ولا ايه الله هو اللي ورايا ده هو السبب انت السبب ليه انت السبب اللي هتخليني احضر تاني انتظرونا الطريق الى المسرح تاني قول بيس تليفون يرن حد ينده انت مركز في المجموعه بتاعتك بعد كده بقى شوف مين اللي بيرن وبيعمل المهم ان شاء الله لو الدنيا انا عايزين مكالمه مهمه ثانيه واحده Thank you.
فعلا من ال WMBF شهر 8 صح؟ شهر 8 ال WMBF اللي فاتت؟ اه اللي دلوقتي هو بسم الله ما شاء الله فعلا هو جاكلو في حته ثانيه. بص شايف الضحكه؟ ما انت واضع لله رفعه. انا والله ما عملتش حاجه انا بحاول والله ماشي. فينيتو كده احنا خلصنا. انا عايز انا افوز قدام جو كده نشوف جو. اخر مره حرفيا اتمرنا مع بعض زي ما قلنا سنه وكام شهر. فعايزين كده نجرب نشوف. طبعا يعني ما جيش حاجه جنب جنب كابتن جون يعني بس عادي نجرب. كاش موت قريبه ليها السحريه. ادي سيكا انا بشوف بعضهم في العبسكورش عيب. لا اي واحد اي حد بتاع انستجرام بيطلع يقول لك انا غيرت مرنت فوق 500 واحد وصل على عروض الكوتشنج بيتمرن وبيصور على المراية. لا السعدية ما بتعملش حاجة. بص سعدية حلوة احسن من ده. What is our future? Sorry about it. In front of that. انت بتعملها في البايسكس مهيئة ايوة ايه انا بحب الفرونت تحت الباسكي الباكيوم جامدة كده واحدة باك دبل بايس كده مساء الفل. مش صباح الفل دلوقتي احنا بالليل يعني. دلوقتي يا شباب في بريموز اللي في مدينه مصر. وانا اكتشفت ان معاه كونتنت برضو هو كمان بيحب البيتزا دي. عندنا سي رانش من بريموز ميديوم سبايسي اللي كابتن عبد الرحمن مش بيحبها عشان بيفتكر ان هي صيصه وعامله زي المايونيز. بس بصراحه كابتن عبد الرحمن انا بحبها لولا اختلاف الاذواق لبره السلع. وانا بحبك يا كابتن عبد الرحمن وبموت فيك من الاخر. بس احنا عايزين ندي تخييم. انا بحسب الماكروز بتاعتها عارفة مقابل لما اكل بحلو لان انت بتبلع اسرع عشان تاكل اسرع بس بتديها لما بيخلص. غالبا ده اللي هيحصل دلوقتي يعني. حلو هناكل كده الوجبه دي. غالبا هنقفل الفيديو ولا نقفل الفيديو دلوقتي مهم. خلينا ناكل بعد كده نقفل. خلينا ناكل بعد كده نقفل. تعالوا نشوف هنعمل. بص يا اسطى انا فاهمك احنا هنعمل ايه. ادي في بلوك. بص انت هتخش على الروتين انت هتقول لك بقول لك ايه اللوزه دي بكذا. لا باو نينجا ستار. نينجا ستار رابع الكارت بتاعه. نينجا ستار حلو. بعد كده تبقى عامل كده حلو. هتيجي تقول لك لا انا عايز عربيه مش لاقي عربيه سوري. تقول لك احنا عندنا تويوتا. تويوتا احنا مفلس. بس هو كان عايز يشتم بس ما بيمسك نفسه. جيب لي اغلى فيراري عندك. تجيب لك فيراري 200 ومش عارف 56 دي ولا لا. لا 200 ايه؟ اس اف 90 عشان الانفايرمنت عشان البيئه بتاع الكهرباء بالظبط. هو ده شباب. بص بص هو هيقف هيقف كده بالظبط ماسك التانك بنزين كده وهشد من شيت وهيعمل كده وهيكتب شينجينج اجيم ده جيم مونستر ات اتاك سيف الضوء يفول بيشتري دول. هو ده شباب. وهو ده هو ده كابتن سيف عادل لما يبقى بنقرر انا وهو ان احنا نزور سفريه كده. بص يا باشا الحاجه الثانيه انت كنت بتقول لي ايه قبل ما نعمل الايه؟ لما بيقول لي هنخش نأجرها يوم ولا قلت حاجه كده نأجرها يوم نأجر عربيه جامده يوم. بص انت اول حاجه هتخش
تحطش نفسك بفانتوم فورد اللي هو بلاك اوف كيد ده اول حاجه. ده اول خطوه تصحى تحط في بقك فاهم كده، تنزل تجيب العربيه تقوم واخدها تقوم سايق كده تقوم باصص لي تعمل ايه ده اول حاجه. بعد كده تقوم طالع وفي في واحده سايقه طالعه كده انت هتطلع لا انت عامل ايه ده هي هتبقى سلاح يعني راكبه اس يو في اللي هي عادي نشوفها في مصر مش عارف ليه كده على الله فاهم، بس انت هتوصل لها باحتقار انا احسن منك انا في حته انت مش هتعرف توصليها تمام. كده تقوم طالع تخش على الاوتيل يبقى في 60 واحده روسيه واقول لهم طيرهم منك. خلي بالكوا بقى كل اللي بيقول ده ومعهوش رخصه فهو محتاج يجيب الرخصه يا باشا يعني انا ماشي رخصه ابعتوا له على انستا. انا ماشي رخصه حاجه ثانيه يا اخويا سيب الدنيا عادل طلع رخصه مش رخصه يا باشا. طب المهم يا كابتن سيف احنا ننهي الفلوج على هنا وانا نفسي الفقره دي تقعد بصراحه يعني. ايه اللي ننهي الفلوج عليه؟ هننهي الفلوج هنا فهننهي الفلوج اللي في الفيو ونقول اعمل سبسكرايب اعمل لايك مش هقول لك كلمه واحده بس تفتكس. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واهم من كل ده ان انت تدوس على الكروس اللي تحت عشان تكونوا من اوائل الناس اللي بتشوف الفيديوهات بتاعتنا. ولو عندكم اي حاجه محتاجين ان احنا نتكلم عليها ما تنسوش تكتبوها في الكومنت سيكشن تحت عشان احنا بنحب نعمل فيديوهات اللي انتوا بتطلبوها. كان معاكم سيف قدام الايفولف. انا يعني محتاج بقى يعني عشان انتوا عارفين انا ماليش تقل الكابتن سيف عادل قوي ف يعني ايه مالكش تقل مش فاهم يعني. اشوفكم في فيديو جاي. السلام عليكم.